توقعات برج السرطان ليوم الاثنين الموافق 10 يوليو 10 تموز 2023. النهاردة هتكون مليان بالحماس والإثارة من أجلك. يومك مناسب جدا، هتواجه من خلاله استقرار وسلام. هتحتاج انك تستخدم ده عشان تنظم وتستقل في شغلك، وهتواجه تحديات كتير تحقق بيها أهدافك. هتحاول تحلها بطريقة منظمة جدا، هتمارس التأمل واليقظة، وهتتبع نظام غذائي صحي وتمارس من خلاله تمارينك بانتظام. هتعتني بكل احتياجات جسمك. هتحتاج انك تقضي بعض الوقت مع اسرتك. ممكن لكل الافراد النهارده انهم يؤدوا مراسم لحاجه بتخص الدين عندهم. بالنسبه ليك عاطفيا، هيحتاج كل مواليد السرطان انهم يبذلوا جهد اكتر عشان يحسنوا حياتهم العاطفيه. خلاف كل ده، في شويه من الاهمال اللي هيبقى بيثقل كاهلهم في العلاقه. الموضوع ده بيزيد حساسية أكتر بشأن حياتهم الزوجية. هتجيب ليك الفترة دي ملل وتقلبات مزاجية كتير جدا لحياتك الزوجية. هيبقى في احتمال لوجود خلافات وتوترات وصراعات غير ضرورية بينكم. بنصحك بأنك تحاول تفهم بعضكم البعض بمحبة خلال الوقت. بالنسبة ليك مهنيا، هيكون عندك الحظ في صفك. في مكان شغلك هيلاقي كل الأشخاص الموظفين اللي بيرغبوا في الحظ انهم يحسنوا علاقتهم مع زملائهم، وهيخليهم ده اكتر انخراط في شغلهم. هيتم حل الصعوبات في حياتهم المهنية اليوم ده، والوقت المناسب عشان تلاقي كل الطلاب اللي هيحققوا نتائج مرجوة في دراستهم. بالنسبة لك صحيا، هيعاني الأفراد النهاردة من تباطؤ في صحتهم. هتتأثر صحتهم العقلية بسبب ضغط الشغل. لازم تندمج بممارسات كتيرة في نمط حياتهم. هتحظى بأولوية في روتينهم اليومي.